السؤال ده عايزين أيوة. نقول انه جاءنا الان من قبل اللجنة الثلاثية اللي بتدير اتحاد الكورة في مصر. طبعا تم التراجع عن ايقاف محمد الشناوي حارس تقليص مرمى النادي الاهلي، ايقافه 4 مباريات. طبعا تم تخفيض هذه العقوبة، ووقف محمد الشناوي مباراة واحدة، وتغليظ العقوبة المالية ل50,000 جنيه. تغليظ العقوبة المالية ل50,000 جنيه يعني بقت مباراة بدل من واحدة، 20. مباراة واحدة، مباراة إن شاء الله هي هتكون أعتقد مباراة المقاولين العرب، دي المباراة اللي هتوقفها الشناوي فقط.